انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ طب اكلمك انا بعدين يا حاج. اهلا، ازيك يا جميله؟ انت مش طلقتها؟ اه طلقتها، ما هو مفيش نصيب بقى للاسف، عشان كده عاوزك تهدي خالص. مفيش اي داعي للفضايح. فضايح؟ هو انت لسه شفت فضايح؟ هو انت فاكر يا شريف ان انا هسيبك بعد اللي عملته في اختي واللي سرقته منها؟ حرامي حرامي، انا اللي خدته منها ده حقي، ده اقل من حقي كمان بكتير، دي اتعابي عن السنين اللي شلت فيها المكتب ده فوق كتافي. قصدك السنين اللي سرقت فيها المكتب ده وشفطته في كرش؟ ومحدش كان بيسالك عن حاجه، عارف ليه؟ برضه عشان خاطر ايه؟ جميله ما تستفزنيش، انا حاطط لساني جوه بقي وساكت ومش عاوز انطق عشان خايف على بنتي، خايف لا تتعقد لو عرفت حقيقه امها. اخرس! انت بتقول ايه؟ انت بتهدل، بتقول انت اتقبلت؟ بقول لك ايه، انا مش عاوز اتكلم، انا لو اتكلمت الدنيا دي كلها هتتشقلب عليها وطيها، وانتي بالذات مش هتقعدي في مكانك لحظه واحده. لا، انا عايزك تتكلم وتجيب اخرك وتجيب كل اللي جواك، بس الشاطر اللي ما يعيطش في الاخر. ماشي يا جميله، ماشي، يلا توكلي على الله بقى، سيبيني في حالي، انا بعرف امشي المكتب ازاي. روحي انت شوفي حالك ومحتالك وربنا ينتعك بالسلامه ان شاء الله، وانا هعرف ادورها. ولعلمك جوزك لو عرف المستخبي هيطلقك انت كمان، ولما تروحي بقى تقابلي ماما اساليها مين بنت مين، مين ابو مين، وهي هتقولك. امشي اطلع بره. اطلع بره اروح فين؟ انا معايا توكيل بالاداره من ابوكي. التوكيل اتلغى بموته يا متر، ولا انت محتاج تذاكر قانون من اول وجديد؟ اتفضل امشي، اخرج بالذوق يا شريف، وحافظ على اللي باقي من كرامتك ده لو لسه عندك كرامه. والله ما انا ماشي يا جميله. يا عمر بيه. عمر بيه مين؟ جميل هاني. معلش يا عمر بيه هتعبك، اصل واضح ان الاستاذ مش فاهم القانون كويس. واحده واحده بس عليه، استاذ شريف راجل عاقل وفاهم، وعارف ان باباك الله يرحمه كتب لك كل املاكه بعقود بيع وشراء، من ضمنهم المكتب ده. وكمان عارف كويس ان انت من حقك في اي وقت ان انت تطلعيه بره. هو فعلا سيادتك الكلام ده قانونا في محله. هو الفكره كمان ان انا افتكرت ان انا مرتبط بميعاد مهم جدا جدا ولازم الحقه، فعلا اتاخرت، وده غير كمان ان انا درءاً للمشاكل والصدمات. انا هتوكل على الله، بس اسمحوا لي ان انا ليا متعلقات يعني اتمنى ان انا المها كلها بسرعه وانا ماشي. ممكن تعدي بعد يومين، هكون لمتها لك، خدها من عند البواب تحت. مع البواب؟ مع تمام، مع البواب. كويس كويس، فرصه سعيده جدا. هم مين؟ اتفضل اتفضل. انت اللي هتتفضل. ايوه صح، اتفضل صح. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.